الحمد لله رب العالمين، راضين بصراحة عن أداء اللاعبين وراضين عن نقطة. المباراة كانت بصراحة متكافئة، يعني شفنا فينا فرص لنادي الفيصلي، فرص كانت فراغات آخر 10 دقائق كان بإمكاننا نسجل هدف، والحمد لله رب العالمين ما قدرنا نسجل. نقطة ثمينة من نادي كبير بصراحة، يعني نادي الفيصلي، فبنحكي الحمد لله رب العالمين. بنتطلع هسه للقادم إن شاء الله، كل مباراة بنتطلع لها في مباراتها يعني، وإن شاء الله بنحصد النقاط إن شاء الله يا رب. كان طموحنا أحسن بصراحة، لكن ظروفنا احنا مش زي الأندية، احنا ممنوعين من التسجيل، ما من بداية الموسم ما قدرنا نحصل اي لاعب جديد، وحتى من المرحلة هاي لحد الآن. بالنسبة للظروف اللي احنا ماشيين بخطى جيدة يعني نوعا ما، بالنسبة للمباراة مباراة صعبة كانت، احنا عارفين مع الفيصلي انها كانت صعبة ونقطة جيدة الحمد لله يعني. طبعا اليوم كانت صراحة مباراة صعبة، ومباراة مع فريق يعني له باع طويل في الدوري وله وضعه يعني صراحة فريق يحترم ويقدر صراحة، فالحمد لله رب العالمين. كنا حاضرين احنا كلاعبين اليوم، كان تركيز عالي من الجميع، كنا بصراحة يعني بعد فترة انقطاع طويل بسبب انشغال الكل في المنتخب يعني، ومن هذا المنبر طبعا منبارك لمنتخبنا ومبارك لأنفسنا بهذا الإنجاز العظيم اللي حققوه النشامة، وهذا إشي مش جديد عليهم صراحة، بس الحمد لله رب العالمين الله وفقهم. وبالنسبة لنا إحنا اليوم يعني صراحة كنا بهمنا إنه إحنا نكون حاضرين، والحمد لله الله وفقنا، كنا قادرين إنه نحصل 3 نقاط، لكن قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله راضين بالنقطة، وإن شاء الله تكون فاتحة خير إنا في باقي المباريات إن شاء الله.